انا زهقت قوي من القريه دي، ما عندناش اي حاجه مسليه نعملها، ومش بقدر اروح المدرسه غير كل فين وفين بسبب الامطار اللي بوظت الطرق. انا نفسي حد يجي ياخدني من اللي انا فيه ده. مالك يا قمر واقفة زعلانة ليه؟ وإيه اللي موقفك في البلكونة في الوقت ده؟ مفيش، كنت بتفرج على الأمطار والنجوم في السما. طيب ادخلي يا حبيبتي علشان الجو بارد قوي عليكي. ماشي حاضر يا ماما. انا حاساكي زعلانه يا قمر، هو في حاجه حصلت معاكي؟ في حد مزعلك؟ لا يا ماما ما حدش ضايقني، بس انا زهقانه. طيب يا حبيبتي ايه اللي مزهقك؟ زهقانه من كل حاجه. على فكره القريه دي وحشه قوي، انا بقالي اسبوع ما بروحش المدرسه عشان الامطار بوظت الطرق. هو احنا ليه مش عايشين في مدن حلوه زي اللي بشوفها في التلفزيون؟ حبيبتي انت المفروض تحبي المدينه بتاعتك، ده المكان اللي انت تربيتي وعشتي فيه، يعني المفروض يبقى عندك انتماء للمكان ده. انا مش بفهم في الكلام ده يا ماما، انا بس عايزه اعرف هو احنا ليه مش عايشين في بيوت حلوه، وليه بيتنا عامل كده، وليه ما عندناش اماكن حلوه نخرج فيها؟ انا بجد زهقانه. خلاص ما تزعليش نفسك، انا عندي ليكي خبر حلو قوي. ايه هو؟ خالتك وبنتها شمس جايين يقعدوا معانا شويه. الله بجد، يعني خالته هتسيب المدينه الحلوه اللي هي عايشه فيها وتيجي تقعد معانا هنا في القريه البسيطه؟ انتي من امتى وانتي بتتكلمي كده يا قمر؟ المكان يا حبيبتي مش شرط يكون فخم علشان تتبسطي فيه، ممكن يبقى مكان بسيط زي ما احنا عايشين كده بس تتبسطي فيه اكتر. يمكن يا ماما، المهم يعني هي هتيجي امتى؟ هتيجي بكره بالليل. حضري بقى اوضتك وحاجتك علشان لما بنت خالتك شمس تيجي تقعدوا سوا هنا في اوضتك. حاضر يا ماما. مالك يا قمر انتي واقفه على الباب كده ليه؟ مفيش، مستنيه خالته وشمس، هما اتاخروا كده ليه؟ معلش يا حبيبتي تلاقيهم لسه في الطريق، تعالي يلا ساعديني في الاكل عقبال ما يجوا. حاضر يا ماما. وحشتني قوي يا خالته. وانت كمان يا قمر وحشتيني قوي. عامله ايه يا شمس وايه اخبارك؟ الحمد لله يا قمر، وحشتيني قوي من اخر مره شفتك فيها. وانت كمان وحشتيني قوي، يلا تعالوا اتفضلوا. الطريق كان عامل ايه وانتم جايين؟ كان صعب شويه علشان الامطار. معلش، كويس ان انتم هتقعدوا معانا كام يوم، هتتبسطوا قوي. ايوه دي حقيقه يا خالته، فرحت قوي لما عرفت ان انتم جايين، وحشتوني قوي. وانتي كمان يا قمر، بصراحه شمسي من ساعه ما قلت لها ان احنا هنروح عندكم وهي كانت كل يوم بتقولي امتى هنروح، وكانت سعيده متحمسه جدا. ايوه انا وحشتني القريه قوي. بذمتك في حاجه توحشك في المكان الكئيب ده؟ بالعكس، ده كفايه المنظر ده والحديقه والطبيعه، الصبح ده بيبقى تحفه. طيب تعالي بقى يا شمس عشان تغيري هدومك وترتاحي شوية. ماشي. عارفة يا شمس، أنا طول عمري نفسي أمشي من القرية دي، بحس إن الحياة هنا مملة قوي وهادية، ونفسي أعيش في مكان زي اللي انتم عايشين فيه. مش عارفة ليه ماما متمسكة قوي بالقرية دي. على فكرة هما متمسكين بالقرية دي عشان ده المكان اللي هما اتولدوا فيه ومتعلقين بيه. انتي عارفة ماما السبب الوحيد اللي خلاها تودينا المدينة إن شغل بابا هناك، بس غير كده كانت هتيجي وتقعد هنا زي مامتك. عشان كده بنحب في الاجازات نيجي ونقعد معاكم. لا انا متاكده لو روحت مدينه زي بتاعتكم هتبسط قوي هناك. طيب ما تيجي معانا. بجد هو ينفع اعمل كده؟ اه لو ما عندكيش مدرسه. كده كده الاجازه بعد يومين. خلاص تعالي معانا، وانا متاكده ان انت هتبسطي، بس هتوحشك قريتك قوي.
لا ما اعتقدش كده، بس انا راح اقول لماما حالا لان انا مبسوطه قوي. ماشي. ماما هو انا ينفع اروح اقعد مع شمس اسبوع او اسبوعين وهم مروحين المدينه بتاعتهم؟ اكيد طبعا يا حبيبتي ينفع، انتي هتنورينا. وانتي ليه يا قمر عايزه تروحي كده يا ماما؟ عاوزه اغير جو. لو الموضوع ده هيضايقك عادي ممكن اسيبها وتبقى تيجي بعدين انتي وهي. لا لا انا موافقه، خدي قمر معاكي، هي فعلا كانت زهقانه وعايزه تغير جو. ماشي كويس جدا. انا بجد مش مصدقه احنا نقعد مع بعض 3 اسابيع بحالهم. ايوه بس انا مستغربه ماما، انا كنت متوقعه انها مستحيل توافق. غير لما خالته تتحايلي عليها بس اتفاجئت انها وافقت على طول. يمكن عايزه تفرحك عادي. يمكن عندك حق. خلاص احنا هنمشي النهارده، يلا يا قمر حضري شنطتك علشان تيجي معانا انا وشمس. ماشي يلا بينا. هتوحشيني قوي يا ماما. وانتي كمان هتوحشيني يا حبيبتي. هاجيلك قريب. ماشي يا حبيبتي مع السلامه. انا مستغربه جدا تصرف ماما. لا عادي يمكن بس عايزاكي تتبسطي. ايوه ممكن. واخيرا وصلنا البيت يا بنات. الله المدينة تحفة يا بختك يا شمس انك عايشة في المكان ده على طول. ايوه فعلا المدينة شكلها حلوة قوي، هنرتاح شوية ونخرج بالليل. انا متحمسة جدا. الله البيت يجنن، احلى من بيتنا بكتير. بالعكس انا ذوق بيتكم بحبه قوي. وانا كمان بحب بيتكم في القريه جدا، بحسه دافي كده وفي امان. والله يا خالتي انت بتقولي الكلام ده عشان انت بتيجي زياره بس كل فين وفين، لكن لو جربتي تعيشي فيه صدقيني مش هيعجبك خالص. انت ليه يا حبيبتي مش حابه حياتك رغم ان حياتك حلوه وباباكي ومامتك موفرين لك كل حاجه انت ممكن تحتاجيها؟ لا يا خالتي هو موفريني كل حاجه انا ممكن احتاجها في حياتي، بس الموضوع كله انا نفسي اعيش في مكان زي ده. وقلت لماما كتير ان انا انقل من هنا وانا متاكده ان هنا احلى بكتير من القريه، لكن هي وبابا مش راضيين يسمعوا كلامي. باباكي ومامتك اكيد عارفين الصح اكتر منك. يا خالتو انا مش صغيره، انا بقى عندي 16 سنه يعني اقدر احدد ايه الصح من الغلط. ماشي يا حبيبتي زي ما انتي شايفه هتخرجي انتي وشمس بالليل. ايوه انا مبسوطه قوي. يلا يا قمر البسي علشان ننزل. حاضر يا شمس. هيا تحبي نعمل ايه؟ انا نفسي اكل ايس كريم جدا. اوكي يلا نروح ناكل. المكان جميل قوي بجد، واكيد كل الناس هنا مبسوطين وعلى طول مرتاحين، واي حاجه بتحتاجوها على طول بتلاقوها. مش زي ما انت فاكره احنا مش في الجنه، يعني على قد ما المكان هنا حلو على قد ما برضه فيه زحمه، وساعات الناس بيجيلها توتر وبيبقوا على طول في ضغط من كتر ما المكان زحمه. اكيد الهدوء القاتل اللي في القريه مش احسن من المدينه هنا. طب يلا بقى عشان نروح لحسن احنا تاخرنا. نروح ايه الساعه 3؟ احنا قريبين من البيت. انتي ما تعرفيش المكان ده خطير جدا، ما ينفعش بنتين يبقوا فيه لوحدهم بالليل. بس المكان مش فاضي ده فيه ناس. المشكلة ان في ناس، دول منهم ممكن يكونوا في حرمية ويسرقونا او ممكن يخطفونا، عشان كده من الاحسن ان احنا نروح.
انتي عارفه ان احنا في القريه بنتاخر عادي، وبابا وماما مش بيقلقوا علينا لان المكان امان جدا وكلنا عارفين بعض هنا، فمحدش يقدر يأذي اي حد. لا انتي عارفه هنا انا دايما ما بحسش ان في حد حواليا، يعني بحس ان احنا مقطوعين من شجره، عشان كده بحب اجي القريه عندكم، بحس ان في ناس حوالينا احنا عارفينها. انتي فعلا عندك حق. طب يلا بينا بقى نروح. يلا. انا زهقانه قوي، هو احنا ينفع نشغل التلفزيون؟ للاسف مش هينفع. ليه يعني يا شمس؟ اصل بابا وماما بيناموا بدري جدا ومش بيحبوا اي دوشه. بس عادي يعني، ده تلفزيون مش هيبقى مزعج. عشان هما بيفضلوا طول النهار في دوشه وعايزين يريحوا دماغهم خالص بالليل، وانا كمان عايزه انام. طيب ماشي يا شمس، تصبح على خير. وانتي من اهله؟ اصحي يا شمس، الساعة بقت واحدة، انتي تفضلي نايمة لحد امتى؟ قومي يلا يا بنتي. في ايه يا بنتي؟ الساعة واحدة، احنا مش بنصحى دلوقتي. ازاي يعني؟ ده احنا في بيتنا كنا بنصحى الساعة 5. لا نامي انتي بس وانا شوية واصحيكي. طيب انا عايزة افطر، قومي اكليني. معلش يا قمر، بس انا مش هينفع اطبخ دلوقتي عشان المطبخ جنب اوضة ماما وبابا، مش هينفع اعمل ليهم ازعاج، هما نايمين واصلا شوية وهيصحوا. هيروحوا الشغل ازاي متأخر كده؟ انا بابايا بيروح الشغل الساعة 6 الصبح. لا هما بياخدوا شفت مسائي. ماشي. انا زهقانة قوي، انا بجد وحشتني اوضتي اللي في بيتي. يلا يا ستي نفطر. ماشي يلا بينا. هنعمل ايه النهاردة؟ هنخرج ولا ايه؟ لا طبعا مش هينفع، ماما قالتلي مفيش خروج النهاردة. طيب ننزل نقعد في الجنينة. جنينتي؟ هو انتي فاكراني يا بنتي في القرية هنا كان مفيش جناين؟ الحديقة اللي تحت دي محدش بيقعد فيها، وغير كده مليانة حشرات عشان محدش بينظفها. امال هنعمل ايه بقية اليوم؟ ممكن نقعد على الفون او نتفرج على التلفزيون. ماشي يا شمس. انا زهقانه جدا يا شمس، ما تيجي نعمل اي حاجه مختلفه. حاجه مختلفه زي ايه يعني؟ اي حاجه جديده. هو انت بتعملي ايه هنا لما بتبقي زهقانه؟ بقلب في موبايلي او بتفرج على التلفزيون. انا زهقت من الموبايل والتلفزيون، انا وحشتني الطبيعه. ما تزعليش، بكره وقولي لماما تخرجنا، بس يا رب توافق. بس ماشي يا شمس. انا جعانه جدا، هو احنا مش هنتغدى؟ ماما جايه بعد 5 ساعات وهتحضر الغدا. انتي ازاي يا بنتي بتتغدي متأخر كده؟ احنا بنتغدى بدري جدا. معلش يا قمر، بس ده نظامنا. طيب دلوقتي انا جعانة، اكل ايه يعني؟ ممكن تصبري نفسك بأي حاجة من بتاعة الفطار لحد ما ماما تيجي. ما تلاقيش ماما بترجع من الشغل وبتعمل الاكل على طول. قومي قومي يا قمر، قومي عشان تتغدي. الساعة كام؟
الساعة دلوقتي 11. غداء يا بنتي لسه 11 بالليل. ماما يا دوب لسه جاية من شوية. معلش أنا مش باكل في الوقت ده خالص، أنا هنام. ماشي على راحتك. أنا خلاص زهقت منك وهسيبلك البيت. وأنا كمان زهقت منك ومن تصرفاتك. هو في إيه؟ في إيه يا بنتي؟ إيه هلا بيحصل؟ لا ده العادي. في إيه يا بنتي؟ إيه هلا بيحصل؟ لا بابا وماما بيتخانقوا طبيعي عادي. إزاي؟ قومي صلحي ما بينهم. سيبك هم هيتصالحوا، اصلا هم على طول الوقت بيبقوا متعصبين. الوضع هنا عندكم غريب جدا بجد يا شمس. عارفه بس هنعمل ايه بقى؟ ازيك يا ماما وحشتيني. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ البيت وحش جدا من غيرك، انتي وحشتيني قوي يا قمر. ماما تعالي خديني ارجوكي. مالك يا حبيبتي في ايه؟ هي خالتك او بنتها ضايقوكي؟ لا بالعكس والله، بس انا مش متعوده على المكان ومش مرتاحه ومش عارفه اتاقلم فيه. ارجوك يا ماما تعالي خديني. طيب خلاص يا حبيبتي هخلي باباكي بكره يجي ياخدك بكره الصبح. ماشي يا ماما. يعني غريبه يا قمر، مع انك كنتي هتموتي وتسافري وانتي شايفه ان الحياه هناك احسن من عندنا. كنت غلطانه يا ماما، كنت فاهمه غلط بجد. ما طلعش في احلى من العيشه عندنا، هناك اريح بكتير واحلى بجد. مش فاهمه ازاي خالته مستحمله تعيش هنا. انا قلت لك كده يا قمر بس انتي ما كنتيش مصدقاني. خلاص يا ام صدقتك، اوعدك مش هجادل معاكي في اي حاجه تاني، بس ارجوكي تعالي خديني بكره. ماشي يا حبيبتي باباكي هيجي ياخدك بكره. يلا يا قمر يا حبيبتي علشان ما نتأخرش. جاية حالا يا بابا. ما تخليكي يا قمر قاعدة معانا شوية. هو انت لحقتي؟ ده انت يا دوبك قعدتي معانا يومين بس. خليكي معانا وهوديكي في أماكن حلوة قوي. لا شكرا يا خالتي صدقيني مش عاوزة. طيب يا حبيبتي هو احنا ضايقناكي في حاجة؟ لا بس بجد الحياة عندنا أحلى بكتير، وتعالوا اقعدوا عندنا ريحوا أعصابكم شوية بدل الدوشة دي. حاضر يا حبيبتي مع السلامة. الو ازيك يا نهله؟ الحمد لله. قمر لسه ماشيه من عندي، ما تتصوريش قالت لي ايه. قالت لك ايه؟ قالت لي ان العيشه عندكم احلى بكتير وان احنا نبقى نيجي نزورها. برافو عليكي بجد، انت عملتي اللي قلت لك عليه بالظبط انت وشمس. بس هي كانت صعبانه عليا قوي وما كنتش عايزاها تمشي دلوقتي، بس انا قلت لازم انفذ اللي انت عايزاه. ايوه كده احسن، قمر كان لازم تتربى، كان لازم تعرف ان العيشه عندنا احسن بكتير. ممكن احنا فعلا نكون ضحكنا عليها شويه، بس العيشه عندكم فعلا زي ما هي شافت. بصراحه ايوه الحياه هنا صعبه جدا. انا مش عايزه اي حاجه غير ان هي بس تكون مبسوطه في حياتها. انت بجد ام عظيمه، وانا متاكده ان قمر لما تكبر هتكون انسانه قنوعه ومش هتتضايق ابدا من حياتها. وكمان شمس كانت زعلانه ان هي ماشيه وانها اضطرت تضحك عليها بالشكل ده، بس عشان انا فهمتها ان ده كان طلبك. واتمنى ان شمس كمان تكون اتعلمت الدرس، وان كل واحد هينتمي للمكان اللي هو كان فيه ومهما لف هيوحشه مكانه. هستناكم تجوا تزورونا في اي وقت. وحشيني قوي يا ماما.
وانتي كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي، اوعي تسيبي بيتك تاني. خلاص يا ماما اتعلمت الدرس ومش هسيب البيت مهما يحصل، وانا بحب المكان ده اكتر من اي حاجه في الدنيا. برافو عليكي يا حبيبتي.